اليوم يعني احنا مسرورين باش نطلقوا يعني ثالث متجر ديال زاو في المغرب اللي هو هنا بمدينه مراكش. زاو كيف ما كتعرفوا هي يعني ماركه عالميه فيما يخص المكياج الطبيعي البيئي لي فيغان اوسي اي ريشارجابل يعني قابل للشحن. يعني هي اول ماركه في المغرب اللي السيده ممكن انها تقتني المنتج ديالها لا بروميير فوا بلومبالاج ومن بعد يعني غير لو ريشارج سوكي ايكونوميك. يعني هي ماركه صديقه للبيئه صديقه للجيب ديال المراه وصديقه للصحه. يعني انها كتقدر تعطينا يعني ان لوك ولا واحد المظهر جميل وجذاب بدون ان يدور البشره. الا كنا كنستعملوا يعني لا غام ديال زاو ميكاب ما كنحتاجوش من بعد اننا يعني نستعملوا مستحضرات بحال كريم دو جوغ ولا كريم دو نوي لان هي اصلا مكونه من مستحضرات طبيعيه. هاد الماركه هي ماركه عالميه، من الايجابيات ديالها انها 100% طبيعيه. المستحضر مشتق من نبته الخيزران اللي كنسميوه بالفرنسيه لو بومبو. هاد النبته هذه كتدخل في كمكون رئيسي ديال المنتوج وكذلك في انتاج العبوات. من الخاصيات ديالها كذلك هو انه عندها طابع ايكولوجي، ما كتحتويش على مواد حافظه بتروكيماويه. الماده الحافظه الوحيده اللي كتحتوي عليها هي لا بودغ دارجون ميكرونيزي، وفيها ايضا ماده لا سيليس اورغانيك اللي كتساهم في تحفيز افراز مادتي الكولاجين واليلاستين. اهميه الميك اب بالنسبه ليا هو كيزيد من جمال المراه، ويعني بالنسبه ليا شي حاجه ولات كما تنقولوا شي حاجه يوميه كنستعملوها، غير هي ما تكونش بكثره وتكون يعني اللي تلعب البشره ديال اي وحده، ماشي مثلا كنلقاو بنت بيضاء وكدير دي كولور اللي هي برونز وهذا، ولا كتكون سمراء وكدير يعني مساحيق التجميل كتكون شويه كتغلقها، يعني تكون ملائمه للبشره ديال اي وحده والجمال ديالها. الحضور ديالي اليوم في زاو، وانا جد سعيده لانني الوجه الاعلامي ديالهم في افريك. هذه الماركه اللي عجبتني بزاف لانها مستحضرات طبيعيه 100% وكيقدر يستعملوها يعني مرضى السرطان. هذا يعني شيء كيشجعني انني نكون وجه اعلامي ديالهم، وكنتمنى لهم التوفيق يا ربي. زاو ديال هادشي ديال لا ناتور ديال الماكياج ديال سميتو اللي حاضر معاهم، تبارك الله عليهم عندهم داكشي 100% ناتوريل. وراه كتعرف الجمال ديال المراه خاصها ولا بدا من هاد لي برودوي هادو. خرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.